وصلتك ازاي يا سويلم؟ وما تقوليش ما اعرفش عشان احنا مش في فيلم اعرف. لا ما اعرفش يا حبيبي، اعرف منين انا جات لي منين؟ لا اشوف جات منين؟ الحاجات دي كانت في مكتب سيد بيه، وانا كنت بشرب بنفسي على علاج ياسمين عند الدكتور. هو انت صحي يا ولدي ما تعرفش الفضايح دي جات لك كيف؟ جرايه يا اما في ايه؟ انت هتقولي لي برضك الكلام اللي بيقوله ده؟ الله لا في حاجه غلط يا جماعه. شيطان، في شيطان بينا بيحاول يوقع بينا كلنا. طب خلينا نشوف هالقصص كيف وصلتوا على التليفون. هو ده، هات تليفونك. خد يا حبيبي. اعتقد يعني الحاجات دي بقت سهله دلوقتي، يعني سهل نعرف مين اللي بعت الحاجات دي على تليفون سويلم. وانت بقى عرفت ازاي؟ علشان انت اللي بعتها. انت مين؟ هات تليفونك. على فكره انت بتهزم. هات تليفونك. تليفونها ها. الله العظيم. طب لما انت ذكي قوي كده كنت تمسح الرسائل بعد ما تبعتها لسويلم. ها ذكي ايه ونيله ايه؟ ولا جاب الحاجات دي هنا؟ انت لسه هتستعبط. لا ده انت يومك اسود معانا. ثواني بس يا عم شريف، ثواني. استناني يا ابو المساتير. انت بتلعب باخواتي يا بعبيكي؟ اخواتي ياض. اطلع بره يا بعبيكي، اطلع بره. اخسى عليك، انا مش مصدق اللي بيحصل دي. على فكرة أنا ما عملتش اللي هو قال عليه ده. أنا عمري ما خنتك عشان أنت مش صاحبي، أنت أخويا.